أكد رئيس مجلس إدارة شركة ششجم التركية لتصنيع الزجاج حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرية باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث أكد سمير حرص الوزارة على توفير جميع أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية، والتي تأتي ضمن 152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر أجيلتي للجنسيات الأسواق الناشئة، والذي أشار إلى تقدم مصر 3 مراكز لتأتي في المركز 18 من بين 50 دولة لعام 2024. يهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه. أما في مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 28,494 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 وذلك بنسبة 8.8% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. وذكر الوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا. تستضيف العاصمة الروسية موسكو في 27 من الشهر الجاري اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في تجمع بريكس. وقال إيفان شيبسكوف نائب وزير المالية الروسي إن موسكو تعول بصورة كبيرة على أهمية المسارات المالية لتجمع بريكس، بما يحقق التكامل المنسق والمحقق لمصلحة دول التجمع والعمل بصورة موحدة وتحقيق التعاون في مجالات الجمارك ومنع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية لدول التجمع وتمويل مشروعات البنية التحتية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحار ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك إلى العمر.